اول تصوير ليا كان سياحي، ما كنتش بصور خالص فوتو سيشنز، وكان كل التصوير بتاعي كان عن ترافل وسياحه بس. دي الحاجه الوحيده اللي كانت بتشدني، دي الحاجه الوحيده اللي كنت بحبها. وتصوير سياحي فيه شويه عشوائيه، ان مفيش اضاءه في حته فلازم استخدم الشمس كاضاءه، فبشوف بقى يعني ريفلكتر او حاجه الشمس تقدر تباونس عليها وتديني الاضاءه اللي انا محتاجها. فعشوائيه التصوير السياحي علمني حاجات كتير جدا في فيلز مختلفه، سواء كان فاشن او اركيتكتشر او اي نوعيه فوتوغرافي مختلفه. والعكس، انا بالنسبه لي تصوير فوتوغرافي ما بشوفوش مختلف، طبعا اتس فيري ديفرنت ومختلف جدا عن اخراج، لكن في بريدجز بيكملوا بعض من ناحيه تصوير ومن ناحيه فيديو.